كلمني عن اللي انه شايف فعلا زي ما حضرتك بتقول كده تجارب ناجحه لمصريين رجال اعمال مستثمرين بيشتغلوا في قطاعات عديده. الحمد لله انا مش عاوز يعني مش عاوز اتكلم على نفسي انا خاصه بس في طبعا رجال اعمال مصريين ناجحين هنا كويس كتير كويس جدا في ونزلوا مصر وانا على نفسي يعني اللي يعني بقى لي 35 سنه هنا تقريبا عندي من اكبر شركات العقارات اللي موجوده في النمسا او في اوروبا تقريبا بقى لها حوالي 27 سنه في نادي طبعا اسمه مافيرك هيطلع له الممتاز ان شاء الله السنه الجايه للدوري الممتاز النمساوي وبعد كده بنفكر بقى في الخطوه اللي بعدها للدوري الاوروبي في طبعا كابتن مصر والمعلم الكبير حسن شحاته طبعا طبعا موجود ابو علي موجود طبعا معانا على راس ال راس الجهاز الفني وهو المستشار وبصراحه بقولها لك اهوت وبقولها له كمان يا كابتن لو شايفني انت من ساعه ما جيت ما شاء الله النمسا وما خسرناش ولا ماتش وخدنا بصراحه وخدنا المركز الاول واللي هو في المركز الصيف يعني الشتوي النادي ده في انهي درجه الثانيه؟ درجه ثانيه والسنه الجايه الممتاز بيه ان شاء الله والسنه اللي بعدها الممتاز تبقوا ايه دلوقتي؟ الاول طبعا بقى معانا معاكم شحاته انا الكابتن يعني الاول بنا منافس الحمد لله والسنه الجايه هو هيبقى على راس الـ 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 الجهاز الفني هيبقى المدير الفني ان شاء الله في الممتاز وربنا وفقنا معاه بقى لان هو طبعا عالم من اعلام مصر وطن النادي ده ملك حضرتك ولا معاك حد؟ لا ملك مافيرك ملك شخصيا ومتاسس يعني اشتريته انا السنه دي طبعا وفي مجموعه تيجي من مصر برضه هتسمع انها قريبه جدا لعيبه كويس يعني لعيبه لهم في ناس هيحترفوا هنا اكيد رتبتوا اتكلمتوا معاه يعني حاجه مترتبه بس اللي انا برات طبعا كان كابتن عماد متعب كان هيجي برضو عندنا بس اللي يعتزل لا ده هو كان هيرجع من الاعتزال على الاعتزال رجع من الاعتزال وكان في مفاوضات فعلا مع الـ مع الـ مع الـ معاه على طريق الكابتن شوبير وطبعا للاسف ما وصلتش بالنجاح بس في غيره طبعا كتير طبعا كنت اتمنى ان عماد متعب يكون موجود مع الكابتن حسن شحاته كان هيساعدنا كتير لكن في اسماء ثانيه مين اهم الاسماء؟ مش هقول لك بعد مش هقول لك ده لكن ان شاء الله تفاوضوا مع منين من انهي فرق في مصر؟ في مع الزمالك في من الزمالك طبعا 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 الزمالك والاهلي الزمالك والاهلي والاتحاد وفي من انا مش عاوز اقول اسامي عشان ما فيش حد يسال وبعد كده يرتبطوهم كلهم اتكلمتوا معاهم فعلا فعلا في مفاوضات بس انا برجح ان شاء الله للسنه الجايه يعني والممتاز به وفي مجموعه افارقه برضو جايين لا بنتكلم موسم الشتوي اللي جاي ولا لا على الموسم الجديد اللي هيكون الموسم الجديد الموسم الجديد اللي هيكون فيه هنلعب في الممتاز ان شاء الله في الممتاز وهيبقى على راسهم المدير الفني الكابتن حسن شحاته في احتمال اتنين يجوا ان شاء الله في الموسم الشتوي لان في انا في مصر موجود الاسبوع الجاي ان شاء الله عشان اخلص التفاوض معاهم وبعد كده ما كنتش عاوز اقول حتى انديه علشان بس انت في افارقه في افارقه في افارقه في افارقه في واحد من بنين وفي واحد من انجولا يا ربنا يسهل ان شاء الله وانت طلعت القصايد جايب عندك حارس مرمى من النمسا ولا جايب من مصر لا من النمسا من النمسا من النمسا من النمسا لان الحارس المرمى مهم جدا طبعا بس